غطت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم البنات كما العادة في قناتي قناة مطبخ أم وليد والأكل الصحي. اليوم البنات جيتكم بواحد الوصفة كمان رائعة وصحية. وصفة هذه كفتة نباتية. يعني راح نعمل لكم كفتة بالعدس ومعها نوعين من الخضر. يعني هذه الكفتة هذه باللمسة الشخصية تبعي، أوكي؟ لأنه هذه الوصفة هذه أكثر شيء أخواتنا المشارقة يعني يعملوها وكل شيء، ولكن أنا يعني نعملها بلمستي الشخصية. نحب نضيف لها خضر أخرى وإن شاء الله يعني رائعة تجي ما شاء الله. إذا نبدأ بتقديم المقادير. عندي لهنا عدس هذاك البني هذاك، يعني كنت سلقته في الماء، طيبته يعني طبخته، قدر 250 جرام. عندي هنا نص حبة كبيرة من الباذنجان. عندي لهنا واحدة كوسة يعني مش كبيرة كتير، متوسطة يعني، ما نبرشتها كوسة مليحة يعني. وعندي هنا بصلة عادي متوسطة مع خمس فصوص من الثوم. أنا نحب الثوم، نحب ندخله في الطبخ تاعي لأنه تعرفوا أنه الثوم يعني كتير صحي ومضاد للأكسدة. فيعني ماذا بكم أنكم أنا واحدة من الناس شخصيا ما نستغناش عليه. عندي هنا التوابل والمنكهات للأعشاب اللي تعرفوها دايما المفضلة عندي. عندي هنا الزعتر والحبق، وعندي الكروية، عندي بذرة الكتان، وعندي الكمون، وعندي الملح. يعني كلهم بين ملعقة قهوة ونص ملعقة قهوة واللي هو الملح. وهنا عندي الشوفان، وراح نضيف له حتى النخالة تاع دقيق القمح الأسمر أكيد. هذه أول شيء وش راح ندير، راح نجيب الفود بروسيسر تاعي اللي يسموها أخواتنا المشارقة الكبابة. إذا أول حاجة راح نعملها نبلش بها هي البصل. راح نفرم البصل والثوم مع بعض. ها هي كما راكم تشوفوا، ها هي البصل كيف تفرمت. انا هنا راح نضيف لها الباذنجان، كمان راح افرمه. راح نضيف العدس، ها هي كما راكم تشوفوا، شوفوا القوام كيف يكون. ها هو هذه الوصفة هذه تجي رائعة. وانا ما مش راح نقليها في الزيت، راح نحطها في الفرن، راح تستوي في الفرن كأنها مشوية. يعني نزيد نحط الكوسة،
هكذا، ونزيد نحط التوابل مع بعض، نفرمهم. راح نزيد نضيف الشوفان، لانه الشوفان راح يخليها تتماسك مع بعض كل المقادير هذه. الشوفان انا حطيت قدر حوالي هكا كاس. اذا ها هي البنات، مثل ما انتم شايفين راح نشيل هذا شوفوا القوام اللي تحصلوا عليه، هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه. اذا شفتوها بعدها يعني مش متماسكه، نضيفوا لها مره كمان هذه، راح نزيد نضيف لها الشوفان شوفوا كمية صغيرة تجيكم يعني ما شاء الله، تجيكم كمية رائعة. البنات انتم مثل ما تحبوا تقلوها اقلوها، على كل حال انا حبيتها اكثر صحية، بما انه ما فيش ولا قطرة زيت هون، فانا حبيت نشويها نطبخها في الفرن احسن. راح نضيف بقية الشوفان فقط مشان تمسك روحها، مثل ما تحبوا نعملوها على شكل دوائر اقراص او صوابع، يعني انتم الخيار ليكم، يعني شوفوا كيف بدكم تعملوها. هنا عندي شوية كزبرة ناشفة، ما عنديش الطازج هذاك، اذا قلت انا نعمل كزبرة الناشفة هذه باش تعطي يعني برك ذوق، بما انه الكوسة واللون تاعها الاخضر يعني هذا هو. واذا شفتوا دايما انه العجينة تاعكم محتاجة انكم يعني تضيفوا لها الشوفان او الدقيق، ضيفوا لها. ها هي تحبوا تعملوها على شكل صوابع او اقراص مثل هكا، وتروح يعني مباشرة في الفرن. انا نحطها ترتاح شوية وبعدين نرجع ان شاء الله. البنات ها هي بعد ما ارتاحت شي 10 دقائق في البراد، اني طلعتها راح نبلش في العمل تاع الاقراص والصوابع. انا راح نغير الشكل. اذا انا عندي هذا البلاتو تاع الفرن كما راكم تشوفوا، راح نحط له ورق الزبده ورق الطهي هنا ونبدا ان شاء الله. اذا ها هي، ما تخلعكمش البنات، هذه عملوها كاقراص. اذا كان شتوها تلصق، اذا كان مازالت عندكم يعني طريه كثير، حطوا لها شويه دقيق. او البنات نسيت نقول لكم زيدوا لها ملعقه صغيره من البيكن صودا، واذا مش متوفره عندكم بيكن صودا حطوا لها بيكن باودر. انا افضل اني احط البيكن صودا لانها اكثر صحيه من البيكنج باودر. هيا نعمل اقراص ونعمل صوابع مثل ما انتم شايفين. هذا صدقوني الوصفه هذه رائعه 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 في المذاق، رائعه، وكميه صغيره تعمل لكم كميه تزيد، يعني لما تزيدوا لها خضار ثانية ويعني ما شاء الله راح تتضاعف الكمية. إذا كما راكم شايفين هيا
وبالطبع تكونوا شعلتوا على الفرن يعني 180 درجة تشعلوا. وهذو تقدروا حتى تعملوهم ساندويتشات، نعم يجوا ساندويتشات وروعة كمان روعة. ولا تتذكروا فطيرة الشوفان اللي عملتها لكم كساندويتش، هذيك تقدروا تعملوها يعني وتاكلوها من غير تأنيب ضمير، رائعة وقليلة السعرات. بالخصوص الكباب، هذا الكباب هذا ما شاء الله، شوفوا ما فيهش ولا قطرة زيت وراح يستوي في الفرن، يعني انا مش راح اقليه. والبنات حتى واذا كان قليتوه حطوا شويه فقط، قليل فقط من الزيت، مش شرط لازم يكون الزيت غزير، يعني الواحد يعرف كيف فقط يتحكم في ها هي. اذا انا البنات ما نطولش عليكم الفيديو، انا نكمل تشكيل الكباب تاعي، نحطه في الفرن ونجيكم في طبق التقديم ان شاء الله. اذا هاهوليك الطبق تاعي تاع اليوم راهو جهز، طبق كباب بالعدس، يعني كباب نباتي. هذا تقدروا يعني الناس اللي ما ياكلوش الحيواني، الكباب الحيواني اللي هو باللحم او الدجاج، او يعني يحبوا بالنباتي، هذا هو تقدروا ديروه بالعدس، تقدروا ديروه بالحمص، تقدروا ديروه بالفول، تقدروا يعني الانسان لما يكون يحب الطبخ، الطبخ فن، الطبخ فن، الانسان فقط يبدع ويحاول انه يخليه هكا صحي، بعيد عن الدهون، بعيد عن يعني. هذه هي البنات كما راكم تشوفوا، هاي ما شاء الله زينتوا بورق الخس وسلطه ريش وحبيبه الطماطم. كما تقدروا كما راهي هكا تجيبوا تعملوه ساندويتش في الخبز تاع بيتا بريد، خبز العيش او الخبز تاع فطيره خبز الشوفان اللي عملته معاكم، تعملوا سندويتشات وانتم تحبوا تضيفوا شويه تشيز ولا كما حبيتوا انتم، المهم هو والتزيين ولا كل شيء اختياري، كل واحد كيف يحب يزين. اذا هذه هي يا متتبعيني الاوفياء، ان شاء الله اذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم اعملوا لي لايك، واللي مازال ما اشتركش في القناه تاعي وراه يشوف في الفيديو اول مره يتفضل، مرحبا به، يعني مرحبا بكم في القناه تشتركوا معنا. هذه هي، نقول لكم سلام عليكم، الوصفه جايه اخرى جديده وفي رعايه الله وحفظه، مع السلامه.